استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن الدكتور إرحيل الغرايبة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث تركز الحوار حول تقرير المركز السنوي لعام 2020. وقد أشار الدكتور غرايبة خلال اللقاء إلى محاور رئيسة تضمنها التقرير، وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المزيد في هذا الحوار. المؤشر الأول كان فيما يتعلق بالحق الصحي أو الحقوق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة. نعم. فيما يتعلق بكورونا أنا برأيي كانت النجاح فيها جيد، أما أين كان التأثير على المرضى الآخرون مرضى الآخرين؟ نعم. لأنه جذب انتباه الحكومة ووزارة الصحة هذا المرض والتعامل معه. نعم صحيح. على حساب الأمراض الأخرى اللي كانت الأخرى. نعم. المستشفى المزمنة. نعم. نعم. ولذلك هؤلاء إحنا اللي أشرنا الحكومة فيما يخصه منه. الأصل الحقيقة أنه يكون فيه جهاز مختص بهذه المسألة يتولى الرعاية، لكن لا تنشغل وزارة الصحة والحكومة بها على وجه التحديد لوحدها. أما المجال الثاني فيما يتعلق بالتربية والتعليم، نعم، أعتقد أنه هذا كان تحدي ضخم وكبير جدا. يمكن الأردن والعالم كله توجه نحو التعليم عن بعد. نعم. إحنا حقيقة تفاجأنا بقدرة تهيئة أبنائنا في مختلف المناطق لكيفية التعامل بالتعليم عن بعد، لأنه وجدنا شرائح كثيرة. نعم. في القرى والمناطق النائية ليسوا مهيئين للتعليم عن بعد. نعم، نعم، نعم. كثير من العائلات وكثير من الطلاب ليس عندهم أجهزة ذكية. نعم. ليس عندهم لابتوبات، بل نعم. العائلة لا تستطيع أن توفر لكل ابن من أبنائها هذا الجهاز حتى يتلقى تعليمه. أنا برأيي كان فيه هنا يعني نقطة في غاية أنا برأيي الخطورة ويجب الانتباه إليها، لأنه حدث فجوة تعليمية في هذين العامين. نعم. وعلى الحكومة والوزارة أن يكون همها الشاغل كيفية ردم هذه الفجوة التي حدثت خلال هذا العام السابق وهذا العام.